نروح لماتش الزمالك. الزمالك يعني النهاردة فريرة برضو كان عايز يستغل ضعف المنافس ان هو يدي عدد دقائق كافية او فرصة للصفقات الجديدة ان هي تخش مع الفرقة وان هي تنسجم مع الفرقة وان هي خلاص يعني مفيش ده. بصوا مهما اللعيب لو اتمرن ايه وانت رايح فرقة جديدة محتاج الماتشات، محتاج يعني الانجليزي بيقول لك minutes under your belt، محتاج دقائق تديها دي اللي بتديك الثقه وبتحقق الانسجام مع اللعيب. فالنهارده فيريرا كان عايز يستغل ضعف المنافس، مع كل احترامنا طبعا لفريق فلامبو البروندي، ولكن فريق يعني اقل من المتوسط. الزمالك فاز 1-0 بهدف حسام عبد المجيد طبعا بكره ثابته. بصراحه حسام عبد المجيد ده بيفكرني يعني باللعيبه الكبار بتوع الزمالك بتوع زمان. لعيب عنده شخصية، بفرح لما الاقي لعيب صغير عنده شخصية مش خايف بيتطور. النهارده مش أول مرة انك تلاقي ولد صغير تاني بكلامي على حسام عبد المجيد طالع عنده القلب ان انا طالع اجيب جون في كرة ثابتة عشان اكسب فرقتي. ولد صغير تاني موسم يلعب اكتر من مره يكسب الزمالك ماتشات. بس الحقيقه حسام عبد المجيد بصراحه في الحاجات الهجوميه اللي هي الراجل بيطلع بيلعب الكره بدماغه بيفكرني باتنين، بيفكرني بمدحت عبد الهادي وبيفكرني بنبيل محمود. نبيل محمود يعني كان بيطلع برضه وحش في الكور الثابته واحرز اهداف مهمه جدا لنادي الزمالك في الثمانينات، في نهايه الثمانينات للجيل الصغير ما عرفش نبيل محمود. وبرده يعني كان كابتن اشرف قاسم على طول بيجيب اجوان، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه كان على طول بيجيب اجوان، مدحت عبد الهادي كان على طول بيطلع يجيب اجوان. طول عمر الزمالك عنده سنتر باكات بتطلع في الكره الثابته انا طالع اكسب الفرقه واجيب جون. كسب الزمالك ماتشين في 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 الدوري اللي فات في المقاولين وفاركو، السنه دي هو ماتش 1-0 بيخلصه لك. ولد عنده قلب حسام عبد المجيد. فالنهارده كانت بدايه عمر جابر، والنهارده فيريرا لعب باسلوب مختلف، دخل عمر جابر لقلب الملعب كانه ثالث لعيب على الدايره، وحمزه المسلوسي كان واخد حريه اكتر والزمالك معاه الكوره كان الزمالك بيلعب مع اربعه كان اربعه ثلاثه ثلاثه يعني. لكن في لعيبه انا في رايي انها استسهلت الماتش زياده عن اللزوم. لعيبه الزمالك يعني رغم الاداء الجيد ومش اداء جيد، رغم الفوز اللي هو يعتبر فوز منطقي وفوز يريح الفرقه، لكن في الماتشات اللي زي دي انا في رايي ان اللعيبه لازم تستغلها ان هي تسهل على نفسها مش تصعبها على نفسها. النهارده في لعيبه كتير قوي مصعباها على نفسها، بتحاول تاخد قرارات صعبه، بتحاول تاخد قرارات يعني تدخلك في مشاكل. ولكن تجربة جيدة لفريرة، بيشوف اللعيبة في الملعب. زكريا الوردي النهاردة ما كان موجود كلاعب موجود على الدايرة يعني في الحتة دي، وواضح ان هو كورته كويسة، واضح ان هو ذكي في استخلاص الكورة. يعني زكريا الوردي يعني ما مش لعيب اللي هو بيستخدم القوة في استخلاص الكورة، لا هو ذكي، واضح جدا ان هو ذكي، ان هو بيقفل زوايا التمرير، بيعرف ان الكره الثانيه هو يوصل لها رد فعله يبقى احسن. ولكن النهارده في اكتر من مره في الكوره المشتركه ال 50-50 بيشيل رجليه، ولازم برضو دي تبقى تعليمات لزكريا الوردي ان انت في الدوري المصري وانت بتلعب في الزمالك الكره المشتركه ال 50-50 بتاعتك لو مش داخل مموت نفسك عشان تاخدها جمهور الزمالك هيبقى عنده معاك مشكله. لازم تترس في نص الملعب. هو النهارده 3-4 مرات يخش في حاجات بيشيل رجليه، حاجات لازم ان هو ممكن يتعلمها ويتعلمها مع الوقت. هو لعيب سنه صغير لكن لعيب كويس، كورته كويسه وذكي وبيعرف ازاي ان هو يستخلص كرة من غير ما يعمل مجهود كبير. ده تحليلي المبدئي لزكريا الوردي. طبعا مش عايز برضو افخم اقول لا ان هو جامد قوي ولا لا، لا بدايه مش وحشه. لازم يا جماعه نتعود، اللعيبه الاجانب محتاجه وقت، محتاجين وقت.
النهارده انتوا شايفين راجل زي نونيز ده، الراجل اللي راس حربه بتاع ليفربول، بيقول لك انا محتاج وقت اتاقلم. التاقلم في بلد جديده وثقافه جديده وطريقه لعب مختلفه ولعيبه عقليتها مختلفه ومدرب اول مره اشتغل معاه، كل ده محتاج ادابتيشن، محتاج ان انا ازاي ان انا اتاقلم. ده محتاج من اللعيب على حسب بقى كل لعيب هو حظه هو والتوفيق، وهو ان هو بياخد ماتشات من الاول ولا لا. طبعا لما بتتالق في الاول كل حاجه بتتسهل لك، لكن لازم دايما نتوقع، عشان يا جماعه ما نرميش فلوسنا في الارض. ممكن اللعيب يبقى كويس فعلا واحنا مستعجلين عليه. لازم اللعيب ياخد وقته. صحيح الانديه الكبيره الناس مش هتصبر عليك كتير قوي، لكن لازم يبقى في وقت، وما نحكمش على اللعيبه من قبل ما نشوفهم كويس، لان حرام. وانا قلت الكلام ده امبارح وباكده النهارده.